بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الله معكم حبيبي، ان شاء الله سلام الرب يكون معنا كلياتنا. اذا الله رد بهالحلقه الروحيه رح نحكي مع بعضنا عن خادم الرب الامين، عن شخص الكاهن يلي ربنا بيدعيه من اجل بناء ملكوت السماوات. الرب بانجيل سيدنا يسوع المسيح للقديس متى باخر جمل الرب لتلاميذه قبل ما يطلع بيقولوا لقد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا إذن فتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم طول الأيام إلى نهاية العالم. الرب معه كل السلطان بالأرض وبالسماء، بعتنا نحن كتلميذ. هو اختارنا مثل ما هو بيقول، أنا اخترتكم ما أنتم اخترتموني. فإذا بعتنا نحن الأشخاص اللي هو اختارنا تمشين نتلمذ العالم كليتهم ونعمدهم ونعلمهم كل شيء، كل شيء سيدنا يسوع المسيح بده ايانا نعلمه نقوله للعالم. بعتنا نحن ككهنة ان نبشر العالم. فاذا نحن بين ايدينا في نفوس نحن مؤتمنين عليها. سيدنا يسوع المسيح بعد القيامة بيتلقى بيكون مع بطرس ورسل على البحيرة، بيقول له بطرس ارعى خرافي، ارعاني عاجي، ارعاني عاجي أنا. سيدنا يسوع المسيح ما بيقول ارعاني عاجك أو قطيعك أنت. العالم هني للرب مش لألي أنا. أولاد رعيتي مش أولاد رعيتي اللي أنا هو رعيت بالأساس إني أولاد رعية الرب. هودا قطيع الرب مش قطيعي أنا. يعني هذا الكلام بيفرض علينا إنه نفكر هالنفوس اللي موجودة بين إيدي هودي ملك الرب، هودي للرب. جايين لأنه مؤمنين، جايين تمشين يتعلموا زيادة عن يسوع المسيح، قاعدين بالمقاعد بقلب الكنيسة لأنه الرب وصوني أني أعلمهم، أني أدبهم، أني أحفظهم باسمه. فإذا أنا هذا قطيع الرب مو كان لألي، أضعف الإيمان يكون عندي صفة الأمانة، أني أنا أقدر أخدم الرب بكل أمانة. قال له يا رب أنت أعطيتني هالشي، بعطيتك ايه مثل ما بيقولوا رديت لك ايه احسن، انت وكلتني اني انا اهتم فيهم وانا اهتميت فيهم، ربيت النفوس يا رب وعلمتهم وهزبتهم وقدستهم وتقدست انا كمان من خلالهم. الرب بده يحسبني لي انا ككاهن بالاخر، بده يقول لي ايها الكاهن انت كيف كنت؟ أمين لخدمتك الكهنوتية للآخر حتى الرمق الأخير، أو كنت عم تستغل كهنوتك لأغراض شخصية وملذات؟ نحن ربنا رح يحسبنا بنهاية حياتنا، على أمل أنه كل الكهن يكونوا بانعداد القديسين ومثل بادري بيو أو دون بوسكو، أو نكون مثل خوري أرس كهنة عشنا المثل الصالح قدام ولاد رعيتنا والعالم استفادت من قداستنا. أعزائي سيدنا يسوع المسيح بيعطي الكهنة شوية تعليمات تمشان يعرفوا كيف بدهم يعيشوا كهنوتهم. بيقول لهم لتكن أوساطكم مشدودة وسرجكم موقدة، كونوا مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يعود من العرس حتى إذا قرع يفتحون له حالا. طوبى لأولئك العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم متيقظين. الحق أقول لكم إنه يشد وسطه ويجلسهم للطعام ويدور يخدمهم. وبيكمل بيقول من تراه الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم حصتهم من الطعام في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي متى جاء سيده يجده فاعلا هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع مقتنياته. أما إذا قال ذلك العبد في قلبه سيتأخر سيدي في مجيئه ويبدأ يضرب الغلمان والجواري يأكل ويشرب ويسكر، يجيء سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيفصله ويجعل نصيبه مع الكافرين. بالبداية أحبائي بيطلب من الرب انه تكون سرجنا موقدة، ناس عم تستفيد من نورنا. الرب بيذكرنا بيقولنا انتم نور العالم، نحن النور.
خلوا هالنور ضوء الناس تستفيد منه. سرجكم موقدة، كونوا مثل أناس ينتظرون سيدهم، يعني عيشوا حرقة انتظار مجيء الساعة يلي فيها رح تطلقوا فيه. إذا بس جيت أنا ودق عليكم لقيكم جاهزين تفتحوا لي حالا، مثل ما عم بيقول الرب النص. أعزائي، أهم الصفات اللي الرب عم بيطلبها منا نحن ككهنة اليوم هي الأمانة. أنا أوكلت لك قطيع، اهتم فيه ورد لي. يعني نعطي مثل من حياتنا اليومية، إذا عندنا كثير مرات بتصير بيبقى في أهل رايحين تيسهروا شي محل وبدون يتركوا أولادهم، ما حدا بيحطون عند جيرانهم أو عند أخواتهم يلي بيعتبروهم إنه عم بيأمنوهم على أولادهم. تخيلوا إذا أنا كنت ناطر أولاد العالم بدي اهتم فيهم زيادة، لأنه هودي أماني بعنقه. بس بدهم يجوا الأهل، بدهم يشوفوا أولادهم لساهم بصحة جيدة، هي أمانة. ما فيني فرط اترك البيت انا كمان وامشي واتركهم يعملوا بالدنيا، في امانه. احبائي، الامانه هي عمود من عواميد حياته للكاهن. ما فيني انا اشوف النفوس واستغلها، ما فيني استغل النفوس، انا ماني محطوط تمشين عيش اهوائي وشخصيتي انا ونفذ اللي بدي اياه انا بحياتي وابعد كثير عن ما الرب بده. يعني اذا بدنا نجي نشوف إيش سيدنا يسوع المسيح بيقول نشوف مربولوس إيش بيقول لتلميذه تيموتاوس، بيقول أما شهوات الشباب فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب بقلب طاهر. طيب بيجوا بيقولوا لنا كثير مرات انه الكاهن مثله مثل هالعالم، ما هو جاي من العالم وبيخطى مثله مثل غيره. يا اخي ما اختلفنا نحن، ما انا جيت من السماء، وانا انا ككاهن عم بحكي عن حالي، انا ما بقدر ما اخطا، ما انا من هالعالم. بس في خطايا عن خطايا بتفرق، في خطايا عن خطايا بتفرق كثير. الخطايا اللي بتجي على الفكر، معلش لو كانت خطيه بدل تمرق من اني نفذ اللي عم بيجي على راسي. يعني انا اليوم ما فيني انا اضعف بالأفكار الجنسية هون وقول أنا ضعيف ولازم بروح ما مثل العالم. لا 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 لا، نحن فهمينين الأمور غلط، نحن فهمينين الأمور غلط. أنا ما فيني استغل نفوس اللي الله عطوني إياها، ما فيني استغل هالنفوس الضعيفة تمشين أنا أوصل للي بدي إياه. أو أنه يابا أنا تعودت على الكهنوت اللي فترة خورة، خلص صرت بعرف كل الأمور وبلش أنا عامل وليد الرعيتي على أنه خلص أنه هودي بالبطش وبالتصرفات وبالكلام البذيء. يعني تخيلوا أنا ككاهن استغلت طفل موجود بقلب الرعيتي مشان أعمل حقق الملاذات شخصية، يعني أو مرة ضعيفة مثل ما بيقول مربولس بالرسالة، أو أكثر من هيك صرت درجة في محلات رجال مع رجال خورني مع. أحبائي، الكاهن محتاج للصلاة على أكيد، وإذا كاهن ضعيف بس مش مزبوط. الكاهن هو معه مرة قلناه، معه مفاتيح الحب والرحمة والأمانة. نحن إذا ما كنا أمناء لدعوتنا، نحن مصيرنا كبير فظيع. سيدنا يسوع المسيح بيقول إن العبد الذي عرف مشيئة سيده وما أعد شيئا ولا عمل بمشيئة سيده يضرب ضربا كثيرا. من نجي نقول والله أنا الرب رحوم والرب حنون وبيعرف إيش في بالقلوب وروح استغل العالم وروح أعمل ملذاتي اللي بدي إياها وإجي تقول لا لا لا. الرب ما في مزح معه، الرب ما في مزح معه، الرب بيطلب صفة الأمانة. ما فينا نجي نتفلسف على الرب ونجي نلاقي مخارج، لا. سيدنا يسوع المسيح مرة بحديثه مع الفريسيين وعم بيسمعهم، عم بيتشرحوا يوم بيقول له لقد أهملتم أهم في التوراة العدل والرحمة والأمانة، أنتم مؤتمنين على نفوس أيها الكهنة، ما بحق لكم تفرطوا فيهم، ما بحق لكم تحكوا مع الناس بكلام بذيء، تطلعوا بالعيلة منزول.
الكاهن بيشوف العيلة مثل كأنه خدام عنده هو، المطران بيشوف الكهنة كأنه بيشتغلوا عنده، أو الأساقفي والبطاركي أو نحن كهنة، نحن قديسين، نحن عواميد القداسة، نحن مفروض نكون الصورة الأزبط. لسبب الرب بيطلب منا الأمانة نحن اليوم كخدام لإله، كأشخاص عم نحكي باسمه. ما هو اللي بيقول؟ ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت للوراء يصلح لملكوت السماوات. إذا أنا بدي أرجع أطلع وراي، يعني مثل كأني عم بتمنى يا ريت ما عملت خورة. سيدنا ومعلمنا يسوع المسيح بالرؤية بردد كذا مرة كلمة كتير قوية، بيقول لهم إني عالم بأعمالك. للكنائس السبعة يلي بيبعت الملك لقالهم، إني عالم بأعمالك وتعبك وثباتك، فإنك ثابت وقد احتملت من أجل اسمي ولم تتعب، ولكن لي عليك أنك تركت محبتك الأولى. نحن بس نفوت نعمل كهنة منفوت بحب عظيم للرب، تمرق الأيام نفتر. أش بيقولنا الرب؟ تذكر من أين سقطت وتب واعمل أعمالك الأولى، وإلا فإني آتيك وأزحزح منارتك من موضعها إن لم تتب. طيب سيدنا يسوع المسيح على الميل الثاني شو بيقول؟ إني عالم بما أنت عليه من ضيق وفقر، مع أنك غني أيها الكهن بين إيديك في كل شيء. أنا لبستك تياب الملوك على المذابح، عم تستغل تياب الملوك يا كاهن. أنا اعطيتك صفة النبوة، أنت الكاهن والنبي والملك، فلا تخف البتة مما ستعاني من آلام. بيكمل الرب بيقول فكن أمينا حتى الموت. وإيش بعطيك؟ إكليل الحياة. الكهنوت رائع. تتذكروا الترتيل يلي مرتلها للكهنة؟ بيقول بالقديس المرونة منقول أفنى العمر في الخدمة الكهنة الأطهار، فمنحهم فيض الرحمة يا رب بين الأبرار. أفنى العمر في الخدمة، شو هالفعل الحلو، يفني العمر بالخدمة. سيدنا يسوع المسيح كمان بيكمل بيقول خلونا نعتبرها للكهنة، إني عالم بأعمالك أنك بالاسم حي مع أنك ميت، ولكن عندك في سرديس، مرة ذكرناها، أشخاص لم يدنسوا ثيابهم بعد، فهم سيمشون معي في أثواب بيضاء لأنهم مستحقون. أحبائي، الرب بيجعل قدامنا بواب كبيرة تمشي نشتغل، ما حدا بيقدر يسكر هالباب. هذا كمان كلامه. نحن اليوم أهم شيء لازم نعمله بالإضافة للأمانة هو الثبات بالتجارب. إذا مش كل ما وصلت علي تجربة أنا ككاهن بدي أسقط فيها. سيدنا يسوع المسيح بالعشاء السري بختام حديثه بيقول للتلاميذ ككهنة، أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي فإني أعد لكم الملكوت كما أعده لي أبي، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وستجلسون على عروش لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. بس تجي التجارب مطلوب مني صفة الأمانة والثبات. بدي أضيف لها شيء عزيزي، نحن ككهنة لازم نكون رجال صلاة، مش بس ككهنة، حتى عم بحكي عموما، يعني الكاهن هو كمان الأسقف والبطرك وشخص الأشخاص المكرسين مثل الرهبان والرهبات. مطلوب منا الأمانة على الأكيد والثبات، ونكون نعرف نصلي. العالم بس تطلع فينا على المذابح تشوفنا عم نصلي، مش تشوفنا بس، يعني ما بالضرورة العالم يشوفوني، بالنهاية هذا مش الأهم، إنه العالم تشوفني عم صلي، بس لازم تلمس فيك إنه صلاتك طالعة من القلب. يعني أنا على المذابح بقدر أقول أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك أحفظه ومسلمه كلام، بقدر أقولها بزيت الطريقة أنا عم بقرأ قدامي النص، أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، عم بصليه. في فرق ما بكون عم بقرأ وعم صلي. العالم تغرق مع الكاهن القديس،
العلم تغرق مع شخص عم بيعرف يصلي. هلا انا مني حدا عم بعلم العلم، ولكن انا بحق لي ككاهن اني اقول اعزائي خلونا نصلي عن نية كل الكهنة، هالاشخاص اللي عم بيخدموني، وحتى لو كانوا مقصرين بواجباتهم، ولكن هودي اشخاص عم بيجيبوا لنا النعمة على قلوبنا، عم بيفوتوا لنا النعمة على قلوبنا. نحن اشخاص اليوم نطلب كصلاة الشعب، نطلب صلاتكم. ربنا بيطلب منا نحن من خلال الرسالة إلى العمراني بيقول اطلبوا السلام مع جميع الناس والقداسة التي لن يعين الرب أحد بدونها. من دون قداسة ما فينا نشوف الرب. هيك عم بتقول الرسالة، كلام المقدس، كلام الكتاب المقدس هذا، وبيقول تيقظوا لئلا يتخلف أحد عن نعمة الله. نشكر الله يا رب، نطلب منك نعمة الأمانة، نعمة الثبات بالكهنوت حتى الرمق الأخير. علمنا يا رب كيف نكون أشخاص مصلين في تصرفاتنا مع الناس، كيف يكون لساننا دايما نظيف. يا رب أنت تستر لنا خطايانا، بالأخص اللي عم بتكون موجودة بعقولنا. ما تخلي يا رب التجربة بس تجي على الراس أنها تتحول إلى خطية على الأرض. علمنا يا رب كيف نتخطى كل هالأمور بمحبتك. أعزائي الرب أرسل من زمان تلاميذه وقال لهم اذهبوا اشفوا المرضى، طهروا البرص، اطردوا الشياطين، وأقيموا الموتى. هيدي شغلتنا نحن بالعالم ككهنة. يا ريت من آمن بقوة كهنوتنا بنقدر نعملها. هيدي شغلتنا بالعالم، مفروض هيك نحط ايدينا على المرضى ويشفوا. يا رب انت تعطينا نعمة القداسة. امين. اذكرونا بصلاتكم.